أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة في عموم المناطق، كانت أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن تدريجيا خلال ساعات هذه الليلة ستنخفض درجات الحرارة مع بدء تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا تعمل على عودة انخفاض درجات الحرارة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء رطبة، ضباب خفيف 8 درجات مئوية، حرارة دنيا الملموسة 5، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. انخفاضات واضحة على درجات الحرارة وطقس غائم جزئي، إربد 17 إلى 9، عجلون 15 إلى 9، جرش 17 إلى 9، والمفرق 18 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 18 إلى 8، البلقاء 15 إلى 8، عمان 15 إلى 7، مأدبة 16 إلى 7، والبحر الميت 23 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 14 إلى 6، الطفيلة 14 إلى 6 أيضا، الشوبك 14 إلى 4، معان 17 إلى 5، والعقبة طقس صافي 24 إلى 14 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 21 إلى 7، الصفاوي 21 إلى 5، ورويشد 22 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، ليلة سعيدة نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.